اسمه شحاتة، لكن عمره ما مد يوم للناس ايده، واللي بيحمد رب كريم تلاقي ربنا بيزيده. بيقولوا بقى صاحب فيلا ومليونير من كد شقاه، أرزاق وربك ليه حكمة وكل حاجة بعلم الله. بس الإيدين الشقيانة تستاهل العز اللي بجد، ذهب لكن من نوع خاص جاي بتعب وعرق وكفاح. الرزق لو كان باب مقفول، كلمة يا رب هي المفتاح. شكرا على استضافتك لينا يا مهندس الشحات. اهلا بيكي والبرنامج، نورت حي الزبالين بالمعطم. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بنبسط لما باجي هنا. الله يخليك يا فندم، شرف لينا. وحياة ربنا نورتونا. كل الناس بتبقى قاليه وهتروحوا عند حي الزباله وهتشوفوا الزباله والريحه ومش عارفه ايه. بالعكس، لو من غير الناس دي كان بقى احنا اللي في بيوتنا فيها كل الزباله دي والريحه دي، انت عايش معاها. بالعكس، احنا شغلتنا يعني الحمد لله بننظف مصر، ودي امانه ورساله اخذناها من ابائنا واجدادنا. وعايز اقول للمواطن او للشعب المصري، لو معالي الوزير غاب يوم عن الوزاره، الوزاره بتشتغل. صح. لكن لو احنا الزبالين غبنا يوم، البيت بيبقى حاجه صعبه يعني. مظبوط كلام. الحمد لله يعني عندنا ثقه بنفسنا، والعمل شرف والعمل عباده والعمل واجب. ايه المنطقه اللي احنا فيها دي يا مقدس شحاته؟ دي حي الزبالين، واتنقلنا هنا سنه 1970 بقرار جمهوري، وبنعمل في جامع ونقل وعادة تبديل الكمامة. لا بس المكان ده في حي ايه؟ يعني احنا طلعنا تبة واحنا طالعين، احنا فين؟ ده احنا بالظبط على الخريطة قبل ما اطلع المقطم قصاد القلعة، منطقة جامع الكمامة. وهل المكان ده المفروض ان هو مقلب قمامة؟ يعني المفروض انه مقلب زبالة؟ لا مش مقلب، المفروض المنطقة كلها متخصصة لجامع ونقل وعادة تدوير الكمامة. والعمل ده رسمي ومشروع ومرخصين من قبل الدولة. طب ليه عاملين الحته دي مقلب قمامه؟ لا ده دي المفروض هتبقى يعني محطه تجمع، هتبقى محطه الغير قابله لاعاده التدوير تبع شركه ارتقاء، وبعد كده بتطلع على المقلب العمومي تدفن دفن صحي تحت اشراف ثلاث وزارات، البيئه والصحه والتنميه المحليه. وده بيتك يا مقدس شحاته؟ اه ده البيت المتواضع يعني بتاعي. لا هو جميل. طب الفيلا بتاعت حضرتك يعني جميله وكل حاجه، تعالى نبقى نتفرج كده عليها من بعيد. إيه انت كان ممكن تسكن في اي حته؟ لو اتاح لي اسكن في الزمالك هقول لا. احنا يعني زي السمك لو طلع من الميه يموت، احنا شغلتنا الزباله، نظافه مصر. دي رساله قلت لحضرتك، بنكمل رساله والدنا وابائنا واجدادنا. ما اقدرش اكون في حي تاني غير في حي الزبالين. يعني انا بعشق حي الزبالين ومكاني، وكلهم اهلي ورجالتي واعضاء معايا في النقابه والحمد لله. في نقابه؟ طبعا النقابه العامه للعاملين بالنظافه وتحسين البيئه، وباللغه العاميه نقابه الزبالين. جنب الفيلا يا مقدس شحاته في صوت الازاز اللي بيتكسر ده؟ ده المكان بتاعنا، لان انا شغال في اعاده تدمير الازاز، ودي سلعه من احدث سلع المواد الصلبه اللي بنطلعها من الزباله، وبعيد تدويره هنا. بفرز كل نوع لوحده وبوديه للمصانع العملاقه اللي هي في العبور ومدينه بدر لاعاده تشغيله مره اخرى. لا بس هسالك على حاجه، يعني انت نقيت الازاز لان الزباله فيها بلاستيك وفيها ازاز وفيها كرتون. عايز اقول انا قلت لحضرتك في بدايه كلامي ده احدى المواد الصلبه. صحيح. احنا بنرفع من القاهره الكبرى في اليوم الواحد 16,000 طن زباله. شغلتنا وحدات سكنيه منشات سياحيه. بنطلع منهم 8,000 طن مواد صلبه زي الازاز والكرتون والكنز والمواد المعدنيه والورق والملابس القديمه، وكل ده بنعمله مرحله اعداد ما قبل التصنيع في حي الزبالين، وبعد كده بنوديه المصانع العملاقه مدينه بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور، ويعاد تصنيعه مره اخرى تحت درجه حراره 3,000 درجه مئويه. ده الازاز اللي انت نقيت تشتغل فيه؟ انا نقيت، لا كل المواد الصلبه بنعمل فيها كده في حي الزبالين. لا انا قصدي انت شخصيا. انا الازاز نقيت ان انت تتخصص في الازاز. في الازاز في ناس ثانيه متخصصه كرتون كل حاجه 8,000 طن، وناس ثانيه متخصصه في المواد العضويه. لا المواد العضويه خلينا اكمل لحضرتك، 16,000 طن فيهم 8,000 طن مواد صلبه، 6,000 طن مواد عضويه بقايا الطعام بنستعملها غذاء الخنازير، 2,000 طن غير قابلين لاعاده التدوير بنوديهم المقالب العموميه دفن ودفن صحي. مظبوط. وال 6,000 طن اللي هم مواد ينفع وغذاء للخنازير، في مربيين معينين ولا اي حد بيربي؟ لا في، ودلوقتي هنودي حضرتك عند المزارع تتفرج على الخنازير وعلى. طب عايزين بقى نشوف الازاز. الازاز حضرتك اتفضلي،
ده احنا بنجيبه من الزبالين كده بالشوله من الفريزه يعني لا. حد بقى لسه هيطلع كل الزبالين بيفرزوا هنا في الجلود بتاعتهم، بينقوا الازاز لوحده والكرتون لوحده والميه المعدنيه لوحديها، لان الزباله بتيجي كتير على بعضها. وبنيجي هنا بنعمل له مرحله اعداد ما قبل التصنيع، البن لوحده، الاخضر لوحده، والابيض لوحده. والاخضر ليه مصنع والبن ليه مصنع. اه ليه ليه بنفصل الالوان يعني؟ ليه ما ينفعش يخش الفرن ابيض على ازرق؟ هيدينا ايه؟ اه يعني انت ملتزم باللون في الاخر. ملتزم مع مرحله اعداد ما قبل التصنيع، لازم اوحد له الالوان، ابيض لوحده، ازرق لوحده، بن لوحده. وده لما يعاد تصنيعه البني ده يبقى ازاز برضه ولا يبقى ايه؟ يبقى ازاز برضه. وهنا بقى الازاز بيجي، وهل المكان ده بس ولا عندك مكان تاني؟ لا، في اماكن كتير بس ايه، انت مقسمهم على المكان على الخريطه عشان يبقى قريب من حي الزبالين هنا وقريب هنا. يبقى يلا نكمل. يلا اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك.